رح أدلكم 9 فوائد لنبتة الشمر. إذا عندكم من هيدي النبتة قدام الباب يعني أنتم من الأشخاص المحظوظين كتير كتير. هيدي النبتة اسمها الشمار، في منهم بيقولها الشمر أو الشمرة. أول ما تطلع هيدي النبتة ورقها رفيعة كتير كتير، بيتقصقص وبينحط بالطبخ مع الأسماك، بيعطي نكهة رائعة كتير حلوة. من بعد ما تكبر النبتة وتعمل الحبوب، الحبوب تبعها فيهم إفادة كتير كتير مهمة. نبتة الشمار عندها إفادة مثل حبة الأسبرين، يعني بتشيل الوهج من الجسم. أول فايدة، الأشخاص يلي عندهم أوجاع بالعظم بيغلوا الشمار وبيشربوه بتخفف لهم أوجاع العظم والمفاصل عندهم. إذا في غازات بالبطن كمان عم نغلي حبوب الشمار ومشربهم بيخفف المغص بالبطن. إذا بدكم تشيلوا أوجاع الدورة النسائية بطريقة طبيعية، غلوا شمار واشربوا وشوفوا النتيجة. 4، إذا عندكم أوجاع بالكلى، غلوا شمار واشربوا 3 فناجين بالنهار وشوفوا كيف بخف أوجاع الكلى عندكم. أكيد دايما بدنا نستشير الطبيب. 5، إذا عندكم مشاكل بالقولون وبطكم بينفخ إذا أكلتوا حيلا شيء، اشربوا ورا الأكل 2 فنجان شمار وشوفوا كيف ترتاحوا. 6، الشمار إذا غليتوه وشربتوه بيدر البول. 7، شمار بيفتح الشهية، في كتير ناس عندهم مشاكل بالشهية وبيكونوا ضعاف، أكيد مش مثلي. أنا عندي مشاكل بزيادة الشهية. إذا عندكم مشاكل بنقص الشهية، غلوا شمار واشربوا وشوفوا كيف تفتح شهيتكم. 8، الشمار بيشيل التوتر. الشمار عنده إفادة بيرخي الأعصاب كتير، مشان هيك بس نشربه منحس حالنا رخيت أعصابنا وبطلنا موترين وعطلانين هم كتير إشياء بهالحياة. ما في شي بيحرز، ريحوا حالكم واشربوا شمار وارتاحوا. 9، من زمان وجاي بيغلوا شمار تيخففوا أوجاع البطن والمغص عند ولاد الصغار، بس أكيد أكيد دايما قبل ما نعمل شي بدنا نستشير الطبيب، لأنه مش كل الولاد عندهم نفس الحالات. في ولاد بنفكر إنه عندهم مغص يكون عندهم أمراض تانية. دايما دايما بدنا نستشير الطبيب بكل الحالات قبل ما نستخدم الطب البديل. وهيدا حبة الشمار عن جد ريحتهم كتير حلوة، بتذكرني بأيام الطفولة. ماما تبقى تغليهم لخيي وقت يكون عنده مغص. I love you all. Bye.